تتجه الأنظار مساء اليوم صوب الملعب البلدي بمدينة بركان اللي غادي يحتضن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين فريق نهضة بركان وفريق الزمالك المصري. المباراة اللي غتنطلق في تمام الساعة 10 مساء. وصول فريق البرتقالي لهذا الدور ما كانش بالشيء السهل، بحيث أن أبناء الإطار الوطني منير جعواني لعبوا مباريات ماراطونية بداية من الدور 32 حينما انتصر نهضة بركان على الاتحاد الليبي ذهابا ب3-0 هنا بمدينة بركان، قبل أن يعود أبناء منير جعواني وينتصرون إيابا ب1-0 في المباراة التي لعبت على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة التونسية. وفي الجولة الثانية من الدور 32 فريق نهضة بركان هزم ذهابا أمام فريق جراف دي داكار السنغالي ب2-0 قبل أن يعود وينتصر ذهابا ب5-1 ليتأهل بذلك إلى دور المجموعات. القرعة وضعت فريق نهضة بركان في المجموعة الأولى إلى جانب فريقين مغربيين هما حسنية أكادير والرجاء الرياضي وكذلك فريق أوتو ديو. فريق نهضة بركان استطاع يتأهل كمتصدر لهذه المجموعة ب11 نقطة من 3 انتصارات تعادلين وخسارة واحدة، ليتأهل بذلك الفريق البرتقالي إلى دور الربع النهائي حيث واجه فريق غورما يلكيني. فريق نهضة بركان انتصر ذهابا ب2-0 قبل أن يعود وينتصر في مباراة الإياب بحصة كبيرة ب5-1 ليتأهل بذلك إلى المربع الذهبي، بحيث القرعة وضعت فريق نهضة بركان أمام فريق صفاقسي التونسي اللي انتصر ذهابا على أرضية ملعب طيب المهيري ب2-0. فريق نهضة بركان أعد العدة في مباراة الإياب واستطاع أن يعود في النتيجة بانتصار ثمين بثلاثية نظيفة ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية التي سيجرى ذهابها اليوم بالملعب البلدي ببركان، على أن تجرى مباراة الإياب في 26 من هذا الشهر على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية. فحظ موفق للفريق البرتقالي.